أشعر بالفخر الشديد بأن هذه مدينتي ومسقط رأسي، مدينة التي كبرت فيها وعشت فيها وشاهدت فيها أول أفلام في قاعة أفريقيا في الثمانينات. يعني عمر الطفولة يعود اليوم، أنا أحمل هذه المسؤولية. إن شاء الله نكون عند حسن الظن، أولاً عند حسن ظن وزيرة الثقافة الدكتورة سوريا مولوجي اللي أعطتني الثقة في هذا الطرف في هذا التوقيت. الجزائر تحمل مشروع ضخم، مشروع صناعة سينماتوغرافية وإعادة مجد السينما وتاريخها. أتمنى أن يكون المهرجان فرصة لإعادة هذا التاريخ وهذه المسؤولية لنا نحن الآن أن نشتغل ليلا نهارا. قد نخطئ وقد نصيب، ولكننا موثقون بأن نعمل بإخلاص وإن شاء الله نكون متقنين حسن الظن. حبينا فقط نشكركم على الدرع الجديد تروفيا، يعني أول مرة احنا نكشفوا عليه. راح يكون عندنا نموذج جديد، درع لاكازيت دور، هو خاص بالجوائز بالمسابقة اللي هي ثلاث فئات، ودرع العناب الذهبي اللي هو خاص بالتكريمات لايف اشيفمنت اوورد، وهي جائزة تخصص الى المبدعين التكريمية الى مسارهم الابداعي. درع عندنا جائزتين او اشتغلوا عليها ايضا شهرين من العمل وصلوا للنتيجه. Alors depuis des mois احنا نخدموا pour essayer de vous donner le meilleur, vraiment vous réaliser un vrai festival avec de bons films, des artistes de qualité, surtout que le contenu soit bon à travers les masterclass, les ateliers et tout. Maintenant je vais vous annoncer le مهرجان بالارقام. الو عندنا 18 بلد مشارك، 70 فيلم، plusieurs sections confondues، trois sections sections officielles en compétition. عندنا 15 فيلم روائي طويل، 17 فيلم قصير، و15 فيلم وثائقي من 18 بلد. On aura aussi c'est une première c'est افلام عمار العسكري. دونك احنا في المسابقه ويكون العروض رسميه قبل العروض نتعرض في قصير فصلين كل يوم، بعد العروض تعود الى العروض في فصلين، ثم كاين بعض الافلام كل موضوع يخص كاين مؤخرا تقديرا لنا هي افلام من غزه مخرجينها من غزه وحموجه في الجزائر، وان شاء الله تكون يعني ابسط شيء يخدموا الفلسطينيين في هذا الطرف المغربي. بالنسبه للمسابقه الرسميه عندنا مسابقة الفيلم الطويل، مسابقة الفيلم القصير، ومسابقة الفيلم الوثائقي. بالنسبة لمسابقة الفيلم الطويل، عندنا من تونس الفيلم Behind the Mountains للمخرج محمد بن عطية، الفيلم The Other Way من إيطاليا للمخرج أليساندرو غاريبي، عندنا فيلم السوري Temporary Darkness للمخرج فراس محمد، الفيلم الفلسطيني The Teacher للمخرجة فرح نابلسيف، أن الفيلم ماتريا الفيلم الإسباني للمخرج ألفارو غالو، والفيلم الألباني One of Us للمخرج إيرجي سميدا، الفيلم السلوفيني ديديك غريت ناجوك للمخرج فينشي فوك، والفيلم المصري Boy 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 للمخرج عمر هلال، أن الفيلم الإيطالي يو كابيتانو للمخرج ماتيو غارون، الفيلم الجزائري فرانس فانان للمخرج عبد النور زهزاه، وأخيرا الفيلم المالدي كارمن للمخرجة فاليري بوهاجرا. إذا هذه الأفلام المشاركة بالنسبة للأفلام الروائية الطويلة. رئيس لجنة التحكيم مع السينما في أسماء أكيد تعرفوها ولكن أنا أيضاً باريش حجيش في لبنان كرئيس لجنة التحكيم، جيس كامين من كندا، إلينا عرف شيفسكا من كازاخستان، لازم نشوفوا اللفظ من بعد، هذا صعب التحكيم باش ما نقولوش شيفسكا. إيفان بولوتنيكوف من روسيا،
الجزائر. الجزائر هو الشيخ والله بون ماهيش هجيج كما قال خرج معروف الافلام الذاتيه تميز عنده جلسه نتاعو. جيس كامين وهو باحث ايضا في الافلام الوثائقيه وايضا نقول الان لا بوندونس اوفيسيال الرسميه الخاصه بالافلام. مهرجان عنا للفيلم المتوسطي الطبعة الرابعة.